السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله وصحه جيده. كتسولوني يا ام عثمان مالك غبرتي بقيتي نزلتيناش فيديوهات؟ كيف ما كتشوفوا معايا ها اللي مشغلني عليكم، كيف ما كنقول لكم دائما يعني مخصصه الوقت الاكبر للوليدات، يعني الماكله والطياب والشقاق هذا الشيء والتعقيم، هذا هو الوقت الاهم بالنسبه لي، اهم من الخدمه. بالنسبه للدروس راني كنزل لكم البنات غير دروس. شوفوا واحد الفراشه مشات اليوم، تقديت الخضره كيف ما كتشوفوا، غسلتها ودرتها كتسقطر، اي حاجه كتدخل الدار خاصها تغسل. يعني شويه درت بانيو كبير، راه كتشوفوا فيه متكيه لهيها بانيو، درت فيه شويه الخل وشويه الملحه، وغسلت بها هذه الخضره كامله، درتها في هذه الطبله هنايا وحطيتها في السطح كتشمش كيف ما كتشوفوا تبارك الله. مول الدار حتى هو راه معاوني الحمد لله والشكر لله. تماك الكامون شو سبحان الله البنات، عرفتي اليوم وانا كنغسل في الخضره عاد حكتني عيني، عاد حكني نيفي، سبحان الله العظيم. عرفتي ملي كتكوني باكله كاع ما كتحسي بعينك، وانا كنغسل حسيت بالقلس في عيني، حسيت القلس في وجه، في الحنك ديالي، في العنق ديالي، وهذا الشيء كاع ما كنحس به ما كنحس به قبل، ولا درت بالي ما هذا الشيء. كيف ما كتعرفوا يعني اي حاجه ولينا كنجيبوها من برا خاصنا نغسلوها. يعني كيف ما كتشوفوا الكامون حتى هو غسلته، البزار حتى هو غسلته، يعني قبل ما كناش كنغسلوا الكامون والبزار، كنا غير كنمسحوهم، ولكن كالبزار بخصوص البزار مازال الكامون انا كنغسلها، واخا كتكحل كنقول ماشي مشكل، كتعرفيش مداويه ولا ما مداوياش، ولكن دابا اي حاجه حتى سكنجبير غنجيبو وغنغسلو وغنطحنو عندي في الدار، وكذلك الخرقوم بلدي غنجيبو وغنغسلو وغنطحنو عندي في الدار. هذا الشيء حيت حنا في واحد الفتره ديال واحد الوباء، وهذاك الوباء يقدر يلصق في اي حاجه، وانتم كتعرفوا بعض المرات كاين العطاره ولا اللي كيبيع العطريه كيكون كلشي محطوط مستف، يعني كيجي واحد كيمس، كيجي واحد كيعزل، واش غاسل يديه ولا ما غسلهاش، واش عاطس في يديه ولا ما عطسش فيها. هذا الشيء علاش من الاحسن في هذه الفتره ونوريكم حتى الصرف، حتى هو تغسل وتعلقته شاطه 50 درهم من الخضره، غسلتها ونشرتها. هذا الشيء باش نتفادوا ان نحيدوا الشك، يعني نحيدوا الشك ديال قال لكم ديروها بجوج مقابط باش ما تطيرش. حتى الصرف ديت الصطله البنات، زيت الصطل معايا، جا الخضار حدا الباب، درنا الكمامات انا ومول الدار، يعني درنا الكمامات، لبسنا حوايج اللي غنجرو نحطوهم، هو لبس فوقيه وانا لبست جلابه باش نجي نحيدها، ودرنا الكمامات وعقمنا ايدينا، وديت معايا المعقم اللي كيطرش، رشيت قدام الباب يعني ملي خرجنا وملي رجعوا ملي رجعنا، ودرت السطل، يعني داك السطل اللي تقدينا فيه الخضره طلعتو نيشان سطح، خويتو في بانيو ودرت الماء والملح وغسلت كلشي كيف ما كتشوفوا. ها هو مخلياه في الشميشه، سبحان الله العظيم. يا ربي تفرج علينا، يا ربي يا ربي تفرج علينا يا رب. مخليهم في الشميشه يتسقطروا. عاد ملي غنسالي البنات يعني بحال الدنجال خديته كثير، اللي المهم كاين هضره الخضره كثيره، راه تكتب عليكم راه طبله عامره بالخضره، باش انني غنحافظ عليها وباش انها ما تخسرش خاصها ما يبقاش فيها نقاطي ديال الماء، خاصها تنشف مزيان، تنشف مزيان، ومن بعد ما تنشف ندير ليها نغلفها بالسلوفان. بصراحه هادشي غنديرو انا، كنت نعطي الولاد يغلفوا ليا شي السلوفان كيعطوه قتله، يعني غير تغليفه وحده ديال السلوفان وكنحط في الثلاجه، يقدروا يبقاو اكثر من اسبوعين. الخيار اي حاجه غلفتيها من هذا الشيء بشرط تكون مزيفه، يعني ملي كتزيفوها راه كتحافظوا عليها. هذا الشيء حتى البروكولي البنات واخا ما كيتغسلش، غسلته وغنسقطرو حتى هو، وغنحاول نستعمل هاد اليامات في الشلايط باش يحيد منه، ما كيبقاش مده طويله. كذلك مشات عليا سميتو البنات، عرفتي مشات ليا السميه ديالو هذا، ويلي حتى مشات ليا السميه ديالو، كيعجبني بزاف وصحي، انك راجلي قال لي البصله البيضاء كيعجبني في السوبر بزاف، كيعجبني في المسمن المعمر كنقطعو رقيق، كيعجبني في الشلاضه، مشات ليا السميه ديالو، كيعجبني في الشلاضه، حتى في الشلاضه ديال البطيشه كنقطعو ليهم، كيعجبني المذاق ديالو وصحي. صافي البنات، كنتمنى لكم السعاده والهناء، وكنتمنى من الله يفرج علينا، مخليه الخضره تاخذ فيتامين دي، وغندخل نصب الغداء للوليدات ان شاء الله، وانتظروني في درس جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى ان القاكم استودعكم الله، هذا الشيء اللي كيلهيني عليكم وهذا الشيء اللي شادني عليكم البنات، ما كاينش شي حاجه البنات ولا هذا الشيء اللي كاين، ان شاء الله غير كيف نسالي الغداء ديالي ونسالي العجينه ديالي
صافي ان ندوز ندير لكم الدرس ديال اليوم. الاخت اللي صيفطت لي الصوره ديال الجلابه الكحله اللي فيها واحد الخطفه وفيها العقيق، راني رشمتها وقاديتها غاديه نطبقها لك. الاخت اللي بغات الخطفه، راه بزاف البنات تبارك الله شي 10 الدروس اللي عندي يعني غنديرهم متابعين، وديك الساعه اللي وصل ليهم يتفرج فيهم. كنتمنى لكم السعاده والهناء، وكنتمنى الله يرفع علينا هذا البلاء. شوفوا كيف ما كتشوف معايا، كنا الخضره قبل كاع ما كنغسلوها، ما كناش كنديروا لها كاع هاد بغيت تغسليها غسليها، ما بغيتيش غسليها يعني كتخليها، ولكن دابا ولا اجباري اي حاجه دخلتيها من الزنقه تغسليها. وحاجه واحده اخرى، الله يجازيكم بخير، الكمامه الكمامه اولا الواقي، الكمامه اولا الواقي ولا اجباري، اي واحد يدير الكمامه ديالو عاد يخرج. انا واخا الخضار كان غير في الدرب، يعني ما عنديش تنقلات ولا قدام الباب، يعني في الزنقه ديالنا فضلت انني ندير الكمامه ديالو وندير المعقم ديال اليدين ونتبعد على الناس، يعني ما كانش الزحام، يعني ما كانش الزحام بصراحه، ما كانش الزحام علي، ولكن حتى داك الخضار عطيه المسافه الامان بينه وبينه. بسلام عليكم البنات، والله يحفظكم، انتظروني ان شاء الله في درس جديد.